لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة 4/2 أغسطس، والنهاردة القمر موجود في برج القوس، عندنا كمان أورانوس موجود في الحمل وفينوس موجود في السرطان، والشمس والمريخ الاثنين موجودين في الأسد، وعطارد موجود في برج العذراء، والمشتري موجود في الميزان. عندنا مازال 3 كواكب بيتراجعوا، عندنا زحل بيتراجع في القوس، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم شجاعة هايلة، لأن القمر اتنقل لمنزل الحظ، وده بيديهم شجاعة وجرأة أكتر، وبيديهم بصيرة ورغبة في المغامرة، وكل ده ممكن يدفعهم إن هم يتجهوا لنشاط جديد أو لمغامرة جديدة. كمان الحظ بيحالف النهاردة مواليد برج الحمل عشان يحققوا تقدم وتطور ومكاسب مالية. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيدي مواليد برج الثور قدرة على التخطيط للمستقبل وتخطيط لتنمية المدخرات. عندهم كمان مواليد الثور يعني ممكن نقول روح تفاؤل اكتر، لان عندهم الحقيقة عدة كواكب دلوقتي بتدعمهم. عندهم فينوس عاطفيا بيدعمهم في منزل العلاقات، فده بيخليهم عندهم طاقة عاطفية افضل، وعندهم قدرة على التعبير عن مشاعرهم. عندهم كمان عطارد في منزل الخامس بيديهم يقظة ذهنية وقدرة على الانجاز في العمل. فأنا شايفة أن النهاردة ممكن يكون عندهم كل أدوات التقدم، لأن أغلب الكواكب بتدعمهم وبتديهم الفرصة أن هم يحققوا تطور وتقدم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، فلازم أقول النهاردة المواليد الجوزاء خدوا بالكم، ما تسيبوش نفسكم للعصبية، و تقدروا ان انتوا تتغلبوا على اي ضغوط بتقابلكم اذا قاومتوا رغبتكم في الهجوم على الاخر. يعني النهاردة ممكن مواليد الجوزاء يكون عندهم رغبة اكتر في انهم يهاجموا الاخرين، فحاولوا النهاردة تمشوا الدنيا بسلام. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده بيساعد مواليد برج السرطان ان هم يحسنوا التصرف مهنيا وكمان في الامور الصحية. هيكون عندهم قدرة على ان هم ياخدوا بالهم من صحتهم اكتر، والنهاردة ممكن تخدمهم تطورات كتير في الحياة المهنية، كل يعني ممكن تعمل لصالحهم. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيدي مواليد الأسد النهاردة طاقة عاطفية جدا، وممكن يكون عندهم سحر وجاذبية، والآخرين هيقدروا قيمتهم جدا سواء في الحياة العاطفية أو في الحياة المهنية. بس مهم جدا من يعني النصيحة اللي أقولها لمواليد الأسد إن هم يحاولوا يشعروا بالآخر، وإن هم يحاولوا يتفهموا وجهة النظر الأخرى. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر للأسف معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد برج العذراء ان هم يحاولوا يهدوا أعصابهم ويتجنبوا التذمر مع أي معارضة فكرية ليهم. يعني ممكن يقابلهم ناس بتعارضهم فكريا، فيحاولوا ان هم ما يقابلوش المعارضة بروح تذمر أو مقاومة.
نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيساعد مواليد الميزان جدا ان هم يتكلموا بلباقة ويقدروا ان هم يحصلوا على اعجاب الاخرين بيهم، وعندهم كمان ادوات السعادة. يعني الفلك بيديهم كل الظروف اللي ممكن يقضوا بيها اوقات سعيدة ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة أشوف أنه يوم مناسب لمواليد العقرب للبيع وللشراء، وممكن النهاردة أن هم يتموا عملية تجارية بنجاح إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة القمر في برجهم، وده بيديهم روح ابتكارية هايلة وبيخليهم متميزين أو عندهم قدرة على التميز. النهاردة كمان مواليد القوس عندهم سحر وجاذبية أكتر، ويقدروا يلفتوا أنظار الجنس الآخر ويأثروا فيهم جدا. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، والكواكب بتطالب مواليد الجدي النهاردة ان هم يعملوا في صمت، وان هم ما يعلنوش عن خططهم، ويحاولوا يكونوا متحفظين قد ما يقدروا، كمان يتجنبوا الزهو والفخر بنفسهم وبإنجازاتهم. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم بعد كام يوم كان عندهم مشاكل خصوصا في العمل، فالنهاردة اقدر اقول لمواليد الدلو النهاردة يوم حلو اجتماعيا وكمان مهنيا، ممكن تكونوا مقنعين جدا وتقدروا تناقشوا اي افكار ليكوا بموضوعية وتعرضوا ارائكوا وافكاركوا بذكاء. ممكن كمان النهاردة يكون يوم رائع اجتماعيا تقضوه مع الأصحاب ويكون فيه أوقات سعيدة. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة للأسف القمر اتنقل لوضع معاكس، والنهاردة أقول لمواليد الحوت حاولوا تكونوا متمهلين في قراراتكم، حاولوا ان انتوا تفرملوا عصبيتكم قدام اي مستجدات او مفاجآت غير متوقعة. النهاردة كمان مطلوب من مواليد الحوت مهنيا ان هم يعملوا اللي عليهم ويركزوا علشان ما تتمسكش عليهم اخطاء، ويحاولوا قد ما يقدروا ان هم يحموا نفسهم من اي مكائد. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.